الحرف يعني بياخذ عندي مجال شوي كمادة فنية. يعني هذا الاشي ارتبط بشغلتين، اول شغلة انه الحرف يعني العربي شوي بيمثل الهوية تاعتنا بطريقة حلوة، وبنفس الوقت يعني انا طبيعة تفكيري شوي هيك متعددة، يعني ما بعرفش اركز على اشي واحد. الحرف العربي شوي بيعطيني مساحة انه اجرب فيه كتير اشياء، يعني جربت اشتغل فيه 3D، جربت يعني ارسم ورسم، جربت اعمل منه ديزاين، جربت اعمل منه بوسترز، حتى النحت يعني اخذ اكثر من شكل. علي المصري، انا درست يعني مبدئيا اخذت دبلوم بالجرافيك ديزاين، وبعديها كملت درست اندستريال ديزاين. حاليا بشتغل كجرافيك ديزاينر بنفس الوقت تايب ديزاينر، بشتغل بالارت وورك. هلا بالنسبة لموضوع التايب ديزاين، أو خلينا نحكي تصميم الحرف الطباعي، يعني إذا ما ناخده على مستوى عالمي، عدد المصممين اللي فيه عالمياً قلال بالنسبة لأي تخصص تاني، يعني أركيتكتشر أو ديزاين، جرافيك ديزاين أو فاشن، كل هاي الأشياء. هلا يعني زي أغلب المجالات عنا، أحس التايب ديزاين العربي شوي ما في عنا فيه استقلالية، يعني لساته عدد المصممين العرب قليل اللي بيعملوا بروفيشنال، خلينا نحكي بموضوع التايب ديزاين. بنفس الوقت الخطوط المالتي لينجوال اللي هي عربي وانجليزي، اغلب الفونتس اللي بتطلع من خلال مصمم بيكون اوروبي او بتعلم العربي، تمام، وهو بيكون قادر انه يعني يصمم حرف لاتيني، اوكي، فبيجي بتعلم العربي وبطلع فونت. يعني ممكن نحكي نسبة بتخوف، يمكن 98% من الفونتات، ما في فونتات مصمم عربي عمل فونت مالتي لينجوال كان العربي والانجليزي هو عاملهم لحاله، يعني بجوز يعني بنعدوا على اصابع مش اكثر من 5. صار لي بجوز فترة 5 سنين عمالي بدرس هذا الموضوع بشكل جاد أكتر، عم بجيب كتب ومراجع وأشياء زي هيك، وبحاول إنه أطور الفونتس تعوني عساس أنا أعملهم لبرودكشن، وبنفس الوقت يصير عندي شركة وأبيعهم. يعني أنا تقريبا لحد الآن صار في عندي 5 فونتس، أوكي، هدول الفونتات يعني في منهم إشي ديسبلاي للعرض، وفي إشي يعني متخصص بالتكست اللي هو تقريبا فونت بلسام كتير، يعني هذا متخصص لعملية الطباعة. كل هدول الأوراق بشكلوا لنا بلسم. هاي كيف هون بلشت أفكر بالحرف، كيف إنه كل شغلة بتكون مدروسة. طبعاً كله هون بيكون عنا زي سكتشز بالبداية، شوي شوي نبلش ننقل الشغل على الكمبيوتر، نبلش نعمله برينتينج وتستينج. مثلا علاقة الستروك هاي تاعت الدي مع الاتش، اوكي، عندنا مثلا بالعربي حرف الواو مبين شوي زي رقم 9، حرف الحاء مثلا شوي غريب، بالاخير بعد ما تطور صار اعرض وشوي اقرب لشكل النسخ، اوكي. حرف الالف كثير طويل، هذا الشيء بيشكل لنا مشاكل لما بنحط بأسطر تحت بعض، انه بصيروا الاحرف يخبطوا ببعض. تفاصيل للحرف هو صغير عم بنطبع. هون عندنا بدايه الحرف العربي كيف عم بيشتغل مع الحرف اللاتيني. هلا بعد ما يعني صمم الفونت، في عندنا اللي هي شغله البرودكشن، انه يصير في عندنا زي كودينج وبنعمل على برنامج مثلا زي الفونت لاب، اوكي، وبعد هاي الشغله بتصير عمليه البيع، بالعاده طبعا غالبا بتصير اونلاين، تمام. هلا هاي الشغله برضه لساتنا ما في عندنا تايب فوندريز او شركات متخصصه بموضوع انه تصمم الفونت بعدين تعمل له البرودكشن لحالها بعدين انها تبيعه على الموقع تبعها، اوكي. هلا انا مجموعه الفونت اللي صرت عاملهم، يعني كان هدفي الاساسي وانا عم بحاول فيهم ما عملت لهم ببلش صار لي فتره، يعني انه بس اخلصهم اعملهم انا البرودكشن وافتح التايب فوندري تاعتي اللي هي حيكون اسمها ابجد.